Yeah. Too much, too much. How much? Give me 100 pounds, please. Too much. في موضوع لازم الأغلبية يعرفونه، لما واحد يطق لك إشارة مو معناته إنه هو سابك، ولا لو قال قصبا عليك بطوف عادي بطوف، لا تصير مريض وتحدى وبالدعمة ولا وهذا شارعي هذا شارع أبوي، لا تعيش هالدور. طق لك إشارة يمين خليه يروح، ما تهاوش وياك. ايش تقول الموضوع اللي ساعة قلته؟ ما شو الناس طق اشاره مرت بيه يعني طق اشاره يسار ابو خليفه. شنو قصه العالم هذا اللي لما انت بتلف على مثلا بتلف انت واقف بشاره وواحد واقف يمك تطق له اشاره انك بتروح قدامه ما يخليك الا يدعمك، شنو قصتهم؟ الله يديه شكرا، ما ادري، ما ادري شو تقول. اي والله. والله ما ادري شو اقول لك. اعطانا حل. ها؟ اعطانا حل. اي. انا اقول ما داعي قلنا الموضوع اصلا. شنو داعي؟ بتعرف وياه؟ شنو اسوي؟ ادري. ها؟ شنو؟ الله معاك. ادري انت ليش ما تخليني امر عن طريقك يسار؟ ما يبي كذا. اعطيك بريك انت. خليته وبعدين لك. ادري. ادري. ادري خلاص بالاساس ليش نقول الموضوع ذا شي ردكم انت ما داعي انت ما كنت داعي تعيش اخضر الزور واحد تو متغدي وما تحكي الموضوع ادري حبي ادري والله تيم بسك سؤال والله لا اسمع والله تيم بسك سؤال تيم على شنو قاعد تسوي دايت تيم عشان بس تضعف. عشان أكلك يصير صحي، جسمك يصير صحي. يعني أنت جسمك. عادي جيلة. لا قول عادي قول. صحي بس يبي لنا شوية دايت. عادي تيم أوكي أنا يبي لي دايت، أنت شنو يبي لك؟ يعني أقول لك الأكل مو عشان ضعف، عشان جسمك يتنظف من داخل. شكل جسمك يتنظف، قاعد تخربط. أوكي شنو جسمك يتنظف؟ شنو عادي يمك؟ أدري عشان جسمك يتنشط. صح اوكي عشان تبي جسمك يعني يصير فيه عافيه وهذا ليش منزله بس ابو ماجد ابو خليفه ماشي ماشي ما اشوف شوف الوالد يبان انت شنو جايب حق المخيم بوليسي حق الحراسه كم عمره شهرين ثلاث اشهر بس شرس حار. يحمي المخيم تعال مخلم تعال وين تعال تعال شوش كبره هذا البوليسي لحق العراسة شوفه تعال شو البوليسي حق عراسة هذا حق عراسة ها حق عراسة يا جماعة سلام سلام حبيبي يلا سلام يلا تعال متدرب ها متدرب ما شاء الله متدرب يا جماعة أي واحد يبي ستلايت يضبطكم الزلم شو بتركب لي؟ بتركب ستلايت الله يا زلم إنك رجال بتركب ستلايت ولا بدنا نحفر قبر ونشو نسوي أوريكم مخيمي المتواضع المتواضع جدا شوف شوف طبعا هشيل السيارة شوف باقي لها ها هل كم يوم يكون خالص هذا المخيم المتواضع هذا شنو يسوي طلع لك شاشتين بدال واحده شلون يعني هاي الاصلي يعني عندي اختراع يعني عندك تلفزيون واحد فجاه بطلع الثاني جنبه هذا بدون اي مزح زين خلص ستايتك واذن ماجد وش قول يا قلبي حبيبي حياك الله
تبي شيء حبي؟ بعد عمري مشكور يا قلبي حبيبي. سلم على الوالد. ها؟ سلم على الوالد. سلم على بقاتك لا تنباق. حبيبي. أصابك النص. إيه ما أحب النص. يا دينار يا خمسة. أمسك هذا دينار. لا هذا هذا هني عطني 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 إيدك. أيوة هذا دينار. مشكور. دينارين. مشكور. ثلاث. أوكي. هلو. أربعة. أربعة. أوكي. مشكور. تبي شيء؟ سلم على الوالد. حبيبي الله يسلمك. أنت تبي شيء؟ تسلم. مر سلم حبي ها. بعد عمري. سلم. توصي شيء؟ حبيب. يلا فهم الكريم حبي بعد عمري تب شيء محتاج شيء بعد عمري تسلم إذا شفتي بقالتك قاعد تفل علي <تصفيق